قال رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ثم أورد هذا الدعاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، وهذا الدعاء كله استغفار وتفصيل في الاستغفار، تفصيل في الاستغفار: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي إلى آخره، هذا كله تفصيل. ويأتي في الاستغفار أحاديث كثيرة من هذا القبيل فيها التفصيل، مثل الدعاء في السجود: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما اللهم اغفر لي ذنبي كله، دعاء في السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، انظر هذا التفصيل. وأيضا في الدعاء الآخر: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، فيأتي تفصيل في الاستغفار. الآن لو قال: اللهم اغفر لي ذنبي كله واكتفى بها، أليست تستوعب هذا كله أو لا تستوعبه؟ تستوعبه، إذا قال اللهم اغفر لي ذنبي كله استوعبت كل هذه الأمور. لكن يقول أهل العلم: مقام الاستغفار الذي وطلب المغفرة، تريد من الله عز وجل أن يغفر لك ذنوبك، يناسب هذا المقام الذي هو مقام الاستغفار أن تذكر أيها العبد أنواع الذنوب، تستحضر أنواع الذنوب التي تريد أن تحط عنك وأن تغفر لك، وتستذكر وأن تستغفر أن لك ذنوب معلنة وذنوب خفية وذنوب قديمة وذنوب حديثة وذنوب في السر وذنوب في العلن وذنوب فيها إسراف وذنوب فيها كذا، تستحضر أنواع الذنوب التي كانت منك طالبا من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك. فهو أبلغ عندما يكون تفصيل في هذا المقام، أبلغ لأن العبد في استغفاره يستحضر هذه الأشياء. انظر إذا قال في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، كله جمعت لكن ما اكتفى بها، قال كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، كله تستوعب، لكنه زاد حتى يستحضر العبد وهو يطلب من الله المغفرة ذنوب قديمة وذنوب حديثة، ذنوب في السر، ذنوب في العلن، يذكر أنواع ذنوبه وهو يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له. فمقام الاستغفار جاءت فيه السنة بالتفصيل، التفصيل والتفصيل في هذا المقام حسن جدا، لأن العبد يطلب المغفرة والذنوب أنواع، فيحاول أن يستحضر أنواع ذنوبه طالبا من الله سبحانه وتعالى أن يغفرها له. قال: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، أي ما وقعت فيها من خطأ وما كان مني من أمور بسبب جهلي وغلبة الجهل علي، وإسرافي في أمري أي تجاوزي للحدود الشرعية، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. وهنا يستذكر العبد أن له ذنوب كثيرة لا يذكرها لكن الله سبحانه وتعالى يعلمها، أحصاه الله ونسوه، فيذكر ذلك مع أن فصل أنواع الذنوب
ثم في أثناء هذا التفصيل أيضا يستحضر أنه مهما فصل هناك ذنوب لن يذكرها، فيسأل الله عز وجل أن يغفر له ما يعلمه سبحانه من ذنوب العبد وقد نسيه العبد ولا يذكره، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي أنواع من الذنوب يا رب، عندي أنواع من الذنوب، أشياء وقعت مني في مقام جد، وأشياء وقعت مني في مقام الهزل، وكم من الذنوب التي تقع من الناس ولا يبالون بها في مقام الهزل، في مقام الهزل كم من الذنوب التي يقعون فيها. فهنا يسأل الله أن يغفر له ما كان من الذنوب ما وقعت منه في 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 جده أو وقعت منه في هزله، وأيضا ما وقع منه على سبيل الخطأ وما وقع منه على سبيل التعمد والتقصد. قال وكل ذلك عندي، ثم زاد في التفصيل قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ذنوبي المتقدمة وذنوبي المتأخرة، وما أسررت وما أعلنت، أي ذنوبي التي وقعت في السر والخفية لا يطلع عليها الناس، أو التي كانت علانية والناس اطلعوا عليها. اغفر لي يا ربي ذلك كله، وما أنت أعلم به مني، أعادها، لأنه مهما فصل هناك ذنوب لا يذكرها، ذنوب لا يذكرها، يعلمها الله سبحانه وتعالى ونسيها العبد. أنت المقدم وأنت المؤخر، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين المقدم والمؤخر مناسب غاية المناسبة، لأن الذنوب تؤخر العبد التي يسأل الله أن يغفرها له، والمغفرة والطاعة تقدم العبد. والله يقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، الذي يريد أن يتقدم يشتغل بالطاعة والعبادة، والذي يريد أن يتأخر يذهب للذنوب هناك فهي تؤخره وتبعده وتقصيه، والطاعات تقربه وتدنيه من الله ومن رحمته ومن ثوابه، فبالطاعات يكون التقدم وبالمعاصي يكون التأخر، وهذا التقدم والتأخر بيد الله. فناسب هنا غاية المناسبة أن يتوسل إلى الله بأنه سبحانه المقدم وأنه سبحانه المؤخر، فلا يتقدم أحد رتبة ولا درجة إلى الخير إلا إذا أعانه الله، ولا يحصل له تأخر إلا إذا خذله الله. فهذا فيه الإيمان بالتوفيق والخذلان، التوفيق بيد الله والخذلان بيد الله، فيسأل الله التوفيق ويستعيذ به من الخذلان. وأنت على كل شيء قدير، وأنت على كل شيء قدير، لا يعجزك يا الله شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا الاستغفار هو من أجمع الاستغفارات المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام.